في الشارع الفلسطيني حول نية الحكومة الفلسطينية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر القادم بشكل إلزامي. ففي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية شارك آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص في اعتصام سلمي طالبوا فيه بضرورة تجميد القانون بصيغته الحالية وأن يتم التشاور والتوافق قبل تطبيقه على المواطنين ليضمنوا حقوقهم المستقبلية. ويقضي القانون باقتطاع حوالي 7% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص و9% من الشركات المشغلة على أن يتم إعادتها كرواتب تقاعدية بعد سن 60 عاما. هذا الصندوق معرض للخسارة ومعرض للفقدان في أي لحظة بسبب وجود الاحتلال. أولا لا يوجد سيادة فلسطينية ونحن لدينا أولويات أخرى، وحتى القانون نفسه يوجد فيه ثغرات كثيرة من نواحي قانونية المجلس التشريعي لم يصادق عليه، وهذه النقطة من المادة 121 في هذا القانون يجب أن يعرض على المجلس التشريعي الذي لم يصادق عليه، وفي حال أتى المجلس التشريعي ممكن أن يلغيه، فماذا سيحدث في هذه الأموال؟ وهناك ثغرات كثيرة من ناحية النسب التي لا تلائم المجتمع الفلسطيني والعمل الفلسطيني. مجلس الوزراء الفلسطيني شكل لجنة خاصة لمتابعة قانون الضمان الاجتماعي مع التأكيد على تطبيقه في الأول من شهر نوفمبر القادم وضرورة العمل على الأخذ بتوصيات اللجنة من أجل دراسة ما يمكن تعديله على القانون مستقبلا. خطوة الحكومة اليوم بتشكيل فريق وزاري للتحاور مع الحراك وأن يكون هناك حوار جاد ومسؤول هي خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن يتبع هذه الخطوة تأجيل تطبيق القانون لحين أن يكون هناك توافق على التعديلات المطروحة من أجل إنفاذ هذا القانون ومن أجل أن يكون قانون ضمان اجتماعي عادل. ويرى مراقبون أن قانون الضمان الاجتماعي مجحف بحق طبقة العمال والموظفين في القطاع الخاص ويجب تعديله على الفور وأن يكون اختياريا، خاصة وأن الحد الأدنى للأجور في فلسطين 400 دولار أمريكي بما لا يتناسب مع قانون الضمان الاجتماعي. على ما يبدو ومن الواضح على الأرض أن هذه الاحتجاجات ستبقى مستمرة في الشارع الفلسطيني وربما تتوسع خلال الأيام القادمة إذا ما بقيت الحكومة الفلسطينية مصرة على موقفها في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. رائد الشريف الغد، الخليل، فلسطين.